أنا تكلفت أكثر من مرة، كنت أطلب من الرئيس اللي يكلفني، قل له أنا بحب دائما أعيش في الكواليس، ما بحب أشتغل على العلن الشكل العلني، بس أنا بدي الرئيس، بطلب من الرئيس اللي يكلفني، لأنه إذا تكلفت رح أنجح ورح يحصد نجاحي الرئيس وحظه أنا وحظه البلد، بينما أنا عم أطلب من الرئيس إنه يتحمل صداقة، لأنه الكتاف صداقة ما كان بيقدر يحمله، وبعتقد هذا الأسباب اللي ما بدي أتكلف بقى أبدا، لأنه أنتم ما فيكم تحملوا صداقة على كتافكم. صداقة عندكم شغلة هائلة جدا دخلينا حتى بالحقل العام. لا في شيء لازم تفصح عنه أو لا؟ في شيء اليوم أنا لا أزال إلي صلة بسوريا، طبعا إلي صلة، بس من الصلة التقارير وما تقارير، لا ما بدي استعمل هالكلام، بس أنا إذا سئلت وقد سئلت قلت لهم مثل ما أنتوا حميتوا هالبلد تقترفوا ذنب كبير إذا بتتركوا هالبلد عم تعبس فيه المخابرات ومفتوح على الأحداث والحوادث، لأنه هذا بده يسيء لكم يوم من الأيام، هذا سيح لكم أنتم. لكن أولا بيقولوا رأس التانجو بدون اثنين، بحياته ما بيرقص تانجو واحد وحده، فهن استعملوني وأنا استعملتهم، هذا الحقيقة. أموالك هي نتيجة استعمال أموالي جهات معينة؟ أموالي يعني بعت واشتريت أبو فادي، وبعتذر على التعبير هذا. لا 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 أبدا أبدا، أنا كنت أملك ثروة عملاقة من أبي الله يرحمه. اليوم أنت عم تسمعي يمكن الحوادث اللي عم تصير، نهر البارد، ما بعرف إذا عم تسمعي كلمة حنين ولا إدجار هوفر. وإدجار هوفر، وحتى أنك كشفت معلومات عن مقتل جون كينيدي، احكي لنا عن هالشيء قبل ما يعني حننهي هلا معك بهالاسئله اللي تتعلق بعدة اسئله. بدي اقول لك شيء، انا صحيح من طرابلس، بس بدي اذكر شخص بطرابلس عمل زعيم بمدينه طرابلس اسمه المرحوم عبد الحميد كرامي. عبد الحميد كرامي ابن بيت عظيم وعمل رئيس وزاره وعمل المبيع وكان زعيم طرابلس المطلق. انا بهذيك الوقت بهذيك الزمان جيت على الاي سي هالناس من سوريين ومن امريكان ومن فرنساويين ومن كذا ومن كذا، فيك يوم من الايام بعطيك رساله مكتوبه مني للمرحومه هيام. كيف بهيام بخطه روائع بخطه هي حنعرضها بالحلقه الجايه، ايه بروائع، وبتقري هيدي رساله مرتجله ارتجال منه مشحط فيها كلمة، كتبتها وبعت لها، كتبت عليها روائع تقريها أنت بتعرفي ليش ما فت على كملت علمي وليش ما سافرت وليش كذا من هالرسالة، لأنه تقريبا شبه بيوغرافي لحياتي كلها.